يا زلمه والله قرف وزهق وملل. ولا انت شو شايف؟ شو جبت شيء جديد يعني يا ورد؟ زلمه الله قالها عالم مع هالشهادات قاعدة تشتغل واحنا من الصبور. والله يا وسيم ما نعرف شو بدي احكي لك. هيك ربنا كتب لنا احنا نخلص جامعات ونحمل شهادات وبالاخر نشتغل في مطعم انا وياك وعلى راتب 5 ليرات وصقر واللي اسمه ضبع. مش عارف يا زلمه كيف بيجيبوا المصاري. ما علينا، هم في كارهم واحنا في كارنا. احنا جماعه متعلمين انا وياك. اللي بدنا نعمله يا وسيم انه لازم نحط حد لهي الظاهره البطاله وين مكان في البلد. وانا وياك لازم ندور على شغل، لازم نسعى نروح على شركه وعلى مؤسسه على مصنع نقدم لهم شهاداتنا السي في شهادات الخبره. شو اشتغلنا بالزمانات بلكن على الله شغلونا وبراتب مثل العالم والناس بدل ما نضلنا على 150 ليره كل شهر. ولا انت عاجبك الوضع يا سيدي؟ كلامك على عيني وراسي واجبني، بس كيف بدهم يقبلونا لو معنا شهادات؟ عندك واسطه؟ طيب واسطه؟ والله واسطه لا، بس يا اخي بنسعى بنحاول يا سيدي. مش غلط بنجرب. معلم وسيم طيب زي شايف انا خدمات الكافيه مش ولا بد، انا ريقي نشف. شو رايك بدنا نشرب شيء؟ طب شو تشرب؟ والله ما نعرف، انت شو رايك؟ طب شو رايك باثنين سيفن اللي برضو اعصاب قلبك؟ سيفن طيب فريش بس طازه. ولا طب هات لك سيجاره ولا زعل دخل. اهلا وسهلا شباب، هلا بيك. سؤال الله يسلمك يا رب. الله يخليك. شو بتشربوا شباب؟ والله نيسفن على عيني وعلى راسي حبيبي. بس مظبطات هيك حبيبي خطيره. الله يخليك يا رب. بس اليوم كاسات ومع تجو شغله نظيفه حبيبي. بس كل لك ذوق. انا سيدي لا يعطيك العافيه. لو سمحتي والله 2 سفن لطاوله رقم 7. 2 سفن اوكي ولا يهمك. يعطيك العافيه. قلبك يا ربي. زلمة وسيم شو وين السفن؟ شو الخدمات هاي؟ السفن بس بيجيبوا المشكلة. صار غريب نشف عطشت ما بزبط الحكي يعني. السفن اجى. اجى السفن؟ السفن اجى واللي حامل السفن اجى. طيب حرام يعني. ولك يسعد الله على السفن. اجى السفن. ليش خجلانة حلو؟ حطيهم. حط الصينية. بس دقيقة واحدة تحمل يا صاحبي. دقيقة واحدة. شو في؟ دقيقة بس دقيقة. ولك مش على اساس انك تشتغل بصيدليه؟ ولك سودت وجه قدام صاحبي وتشتغل بكوفي شوب؟ طب انا شو عامل يا عمي؟ شو تعملي؟ ليش خلصت تعليمك؟ عشان تشتغلي جرسونه؟ يا ولد انا شو اعمل؟ ما خليت مكان الا قدمت عليه، ما خليت مكان. ما في مضطره. انت شايف وضع البيت ووضع امك واخواتك، شو بدنا نعمل؟ طيب خلص معلش خلص يا دلال. ان شاء الله يا رب تحسن الامور تحسن الوضع. بس خلص انا ما بدك تشتغل هون بالمره، هون ما بدك تشتغلي، خليكي في البيت جنب امك. انا اللي بسأل. ماشي الحال؟ ماشي. خلص اسمعي، اشرحي لابوك هون وغيري لمي اغراضك وسيبي حالك وروحي على البيت تمام؟ هون بالمره ما بدك تشتغلي. وين الموضوع؟ كي يلا اشتغل. حاضر ومتأسفة بس والله غصب عني. يلا يا ستي شو مشكلة؟ في البيت ممكن نكمل حكي ان شاء الله. ماشي. المهم يلا غيري وخلينا نمشي. ماشي.
حاله وبنت وما بنت والسبل دافع حقه. ان شاء الله من الصبحيات نروح ندور على شغل في مؤسسه ولا في شركه بدل ما احنا قاعدين في كوفي شوب يا زلمه. السبن سد نفسي يا زلمه. روح طب خلينا نشرب. خلص روح نشتغل انت زي ما لسلك يا
اسمع في شغل جديد على كيف كيفك شغل صحتين كبير قول بدنا نصرف بنك بنك على كيف كيفك والمرة هاي خطة محكمة ما حدا رح يقدر يكشفني شغل نلبس الجرابيك أو السدات هذول ونخش خطة واحدة خطة واحدة نطلع بمليون دينار مليون دينار ولا مليون حبسة؟ مليون دينار عندي متى؟ بعد بكرة جاهز؟ جاهز والليلة تلف بعد بكرة عشان المخطط تبعي يكون صحيح ماشي تمام؟ ماشي قوم يا بابا طبعا رخيص انا قلت بتضرب بس والله كرمالك عشان تتطور جديد انت شايف يا بتعرف يا ضبع ايش صقر الخطة هاي اذا بتمشي صح اي خطة شو اللي خطة اذا مش مالك انت اذا سكران لا بحشش حشش وانا كمان بحشش بس صاحي بس انا سكران خربطت لي معنوياتي اسمع زي ما اتفقت معك اول امبارح بالقهوة سرقة البنك هاي الليلة بدنا نسرق البنك بس بتعرف اذا الخطة هاي بتمشي معانا بن مليون بن مليون بس بتعرف يا صقر اه يا ضبع اذا ما بتزبط بنترمي حالي عن الجسر واذا مسكنا عمرنا ما بنطلع لا هي يا سلام واختار الموت يا صقر احسن من القصة هاي يا ضبع انت عمرك مشيت مع الصقر هو رطط طبعا لا بصير حرامي اقوى اها معلمين ومهندسين في الشغله هاي اسمع ولا تقول لك بهاي ولا تقول ماخذين شهادات جامعيه وي ذكرتني بورد وسيم ماخذين شهادات بيشتغلوا بمطاعم ومره بقعدوا اي احنا ما عندنا شيء بس كيف حراميه عايشين مية مية قال وبيجي بقول لك بالاخير في بطاله في البلد اشتغلوا حراميه يعيشوا قال شهادات اسمع شو رايك نشغلهم معانا مرضوش مرضوش بقلبوا لك فيها اشراف انا ودارس وتعبت على حالي ودفعت احنا ما كملناش احنا عايشين شو بدنا فيه الضبع والصقر الرمز المهندس خلال 10 دقائق نروح نسرق البنك خلص أنا الخطة مجهزة بس أنا قلت لك تخسرني برمي هالي عن الجسر إذا تخسر يا زلمة تطلع على وجهي على أي طلاق ما بتخسر والله وجهك حلو ها ما بتخسر وما راح أخليك تحلق زي على الصفا الله شعراتك راح يظلوا يا ضبع بس بتعرف الله يسترنا الليلة لا ان شاء الله مشكلة بس انسى الموضوع ولا كان صار في شيء والله قولتك خلص انسى بدو على شارع حضر وين اخذ اوكي ان شاء الله احترامات تمام يا فندم في وصلنا بلاغ بالمنطقة السوداء شبين سرقوا بنك الفيل فبدنا نروح نشوف شو اللي صاير طب شو المطلوب منا؟ مطلوب منا نمسك عليهم يا فالح طب يلا نروح الموقع الحادث يلا نروح Good afternoon. Good afternoon.
البنك قبل شوي. هو انت؟ هو انت؟ انت كمان معاه؟ هو لحاله. دقيقة شو بدي احكي له شغلة. الظاهر انك مش راح تنحرق من الجسر، راح تحلق شعراتك زيي. امشي انت وياه. امشي. حكيت لك يا وسخ يا طفل. حكيت لك مرة تنحرق. صباح الخير. أبو سيم كيف صباحك معلم؟ مش طف؟ تمام. شوف شو مكتوب. شو في أخبار من أخبارك من نكدة اليومية؟ أخبار نكدة؟ أنا شوف شو أخبار الجريدة، جريدة النكد. أنا شوف شو مكتوب فيها. لا لا لا، قسم البحث الجنائي في منطقة السوداء يقوم بإلقاء القبض على الشبان الملقبان بصقر وضبع. زلمة اصحابنا صقر وضبع. أثر عملية سرقة بنك الفيل وسيتم تحويلهم إلى محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايف؟ هاي آخر شمتتهم فينا. كيف شايف يا زلمة؟ جريدة نكد الصبح. هيها جريدة نكد الصبح بتطلع أخبار كذابة وتقوى يا زلمة. شو مصدق؟ الله يرحمك يا صغير، الله يرحمك يا ضبع، أكيد 13 سنة اسمع. مع الأشغال الشاقة. بأمر من وزارة العمل سوف يتم ابتداء من تاريخ يوم غد تشغيل الشباب الأردني بحسب تقصيرهم العلمي وضمن المعقول. يا سلام، ليكون إشاعة زي هذه. آه يعني أنت كلام العمل والعمال والشغل في تشغيل، أما هذاك إشاعة. كيف صارت؟ متأكد من الخبر؟ تصلى بأمر من وزارة العمل سوف يتم ابتداء من يوم غد تشغيل تشغيل الشباب الأردني بحسب تحصيلهم العلمي وضمن المعقول. طب والله ممتاز. ولك والله خبر ريكيد وخبر بفرح. ولك والله بدك خوزة على خدين يا معلم وسيم. اسمع وللجريد معلم، أنا إن شاء الله رب العالمين من بكرة الصبح لازم أخذ شهاداتي واخذ لهم السي في واخذ لهم السيره الذاتيه كلهم وانزل على اول بنك. وبكره الصبح راح اتقدم لاختك. تقدم لاختي؟ اكيد. ايه من سنه تلحق تشتغل عشان تتقدم لاختي يا زلمه. بعدين الوحده بتقدم لها الصبح، بتقدم لها المساء. معلم بدي جاهه كبيره الله يرضى عليك. بدك تجوزني اختك؟ يعني بدك تجوزني اختك؟